فاحتسب ابنك عند الله فإنه قد مات. خاطبته خطاب العقل وكتمت كل مشاعر الحزن والأسى، وهي التي منذ مرض ابنها لم تلمس طيبا ولا زينا. لم يخطر ببال أبي طلحة أن مكروها قد ألم بالغلام. سألها: ما فعل ابني اليوم؟ فقالت: هو أسكن ما يكون. الرميصاء. الرميصاء بنت ملحان الأنصاري، امرأة من نساء الجنة. لهذه المرأة قصة يرويها ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه، فيقول: كان ابن لأبي طلحة صبي وضيء وسيم قسيم، وهذا الصبي هو أخ لأنس من أمه الرميصاء وأم سليم. وصار أبو طلحة قلقا مضطربا منشغلا بعدما أصابت ابنه الحمى، ولم يعد كسابق عهده ذلك الأنيس المنشرح. كان كلما رآه يذبل كما تذبل الزهرة النضرة، يزداد قلقا وأرقا. وكان أبو طلحة مداوما على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي معه ويحضر مجالسه، ويخرج أبو طلحة إلى المسجد ليحضر صلاة المغرب والعشاء مع رسول الله، وتضع أم سليمان الصبية في حجرها وتذرف دموع الشفقة والرحمة عليه، وهو يعاني من الحمى ويرتعش الصبي فجأة بين يديها ويلفظ أنفاسه الأخيرة ويموت. تحزن الرميصاء وتبكي بكاء حارا، لكنها صبرت صبرا، فأعجب ما يكون من الصبر. نعم، كان ابنها مريضا بالحمى، وكانت تأمل شفاءه بين الساعة والساعة، ولكن موته لم يخطر لها على بال، وقدر الله وما شاء فعل. أخذت أم سليمان تفكر كيف سيكون أثر الخبر على أبي طلحة الذي كان متعلقا بهذا الصبي، وهي تعلم مدى حبه له وتعلقه به، كيف سوف يتحمل تلك الصدام القاسية. لذا عزمت على أمر عجب لا يخطر ببال أحد، فقالت لمن في بيتها من أهلها: لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا فأحدث. تأملوا الآن إلى صنيع هذه المرأة العاقلة الرشيدة. فقامت فغسلت الصبي وكفنته وسجته بدثار وكأنه نائم، ثم تزينت وتعطرت وانتظرت قدوم زوجها. عندما قدم أبو طلحة البيت تعجب لما رأى من الرميصاء متطيبة متزينة، وهي التي منذ مرض ابنها لم تلمس طيبا ولا زينا. لم يخطر ببال أبي طلحة أن مكروها قد ألم بالغلام. سألها: ما فعل ابني اليوم؟ فقالت: هو أسكن ما يكون. فسر أبو طلحة بما أخبرته وأصاب منها تلك الليلة، وكأنه أسعد من حظي بمن يحب. فلما كان الصباح ورأت رميصاء أن زوجها قد أخذ حظه من النوم والراحة، عدت له طعام الإفطار كأشهى ما يكون، ثم بادرته بالقول: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا آخرين متاعهم ثم طلبوا حيرتهم، ألا لهم أن يمنعهم منها؟ قال أبو طلحة: لا، فإن العارية مسترجعة. فأفصحت أم سليم وهي تغالب دموعها: وكذلك ابننا يا أبو طلحة
أعطانا الله تعالى إياه عارية وقد استرده منا. فاحتسب ابنك عند الله فإنه قد مات. خاطبته خطاب العقل وكتمت كل مشاعر الحزن والأسى. لم يصدق أبو طلحة ما سمعه، فوثب إلى ابنه الصغير وكشف عنه الغطاء وإذ هو ميت. فرجع إلى تلك الأم المكلومة الصابرة وأخذ يخاطبها بحدة: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ ثم حمله وخرج من بيتي وهو غضبان وانطلق ليواريه الثرى. انطلق أبو طلحة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما كان، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أعرستم الليلة؟ فقال أبو طلحة: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. ما كان من النبي إلا الدعاء لأم سليم وزوجها، فبورك لهما بسبب تلك الدعوة. وكان من نتاج تلك الليلة أن حملت الرميصاء، وبعد شهور ولدت غلاما، فأخذه أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا به. فتناول النبي تمرة ومضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فم الصبي وحنكه بها وسماه عبد الله. فكان عبد الله هذا مباركا هو وذريته، كيف لا وقد حنكه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، دعا له ولوالديه بالبركة. صار عبد الله من أبي طلحة من أهل القرآن، بل وذريته من أهل القرآن كلهم. فقال رجل من الأنصار: رأيت لعبد الله 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، كلهم حفظوا القرآن وأصبحوا علماء، إسماعيل ويعقوب وعمر وعمير ومحمد وزيد والقاسم، وكذلك إسحاق الفقيه أحد رواة البخاري ومسلم، من أكبر علماء الدنيا. إنه الصبر، فإن ابتليت فكن صبورا ولسوف تفرج، وإن كسرت فلا تبالي لأن الله يجبر. يقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: اصبر على مضض الإدلاج بالسحار، وفي الرواح عن الحاجات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجهة تتلف بين العجز والضجر. إني وجدت في الأيام تجربة، وللصبر عاقبة ومحمودات، محمودات الأثر، وقلما من جد في أمر يحال له، فاستصعب الصبر إلا وفاز وظفر. والسلام.